هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز كلمة ثقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت. طرح السندات من المواضيع الهامة في الكويت خلال هذه المرحلة لسد العجز في الميزانية، والمتوقع أن يبلغ نحو 12 مليار دينار هذا العام. الحكومة كانت قد صرحت أنه سيتم الطرح خلال الربع الأول من عام 2017، وعين على الكويت تفتح الملف لأخذ رأي الخبراء في الكيفية الأفضل لتحقيق ذلك. ضربت أزمة تراجع أسعار النفط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت على أكثر من صعيد، فهي أدت إلى وضع نهاية لسنوات الفوائد المالية، وهي أسفرت عن ظهور عجوزات ضخمة في الميزانيات، وهي أيضا كان لها تفاعلات لاحقة لا تقل خطورة على السيولة وعلى التصنيفات الائتمانية. تراجعت وفورات السيولة في الكويت ودول الخليج الأخرى، وعندما تنخفض السيولة ترتفع كلفة التمويل، وعليك أن تواجه الزيادة المستمرة في التكلفة التي ستؤدي بالتبعية إلى تراجع معدلات الربحية سواء للشركة أو للحكومة، وهذا سيؤثر أيضا على التصنيف الائتماني، ورأينا ذلك يحدث مع تخفيض التصنيفات الائتمانية لكل من البحرين وعمان والسعودية، وهذا أيضا يرفع من كلفة التمويل. ولحل المعادلة الصعبة وفي ظل العجوزات المليارية، بدأ أن تنشيط سوق أدوات الدين العام واللجوء إلى إصدارات السندات والصكوك السيادية هو الخيار المفضل على المدى القصير، مع النظر بعيدا إلى جوانب الضغط أو الهدر في الميزانية، بحيث ينشط سوق الدين مع العمل على تقليل الحاجة إلى الاقتراض. هل سوف تساعدنا هذه السندات؟ لأن احنا أكيد سنقترض بتكلفة، هل تكلفتنا تبررها العوائد السلبية التي نحققها على استثماراتنا في الرواتب وفي الهدر؟ هذا سؤال أنا أعتقد اللي لازم يتوقف عنده راسم السياسات في هذا البلد. الكويت التي بدأت مسيرة نحو الإصلاح الاقتصادي بادرت إلى تنشيط سوق الدين بالإعلان عن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام يكون معنيا بتطوير الكثير من الجوانب الفنية لذلك السوق، الذي كما يرى الخبراء يحقق أكثر من هدف، فهو يفعل جانبا مهملا من سوق رأس المال، وهو مصدر للتمويل، وهو له انعكاسات إيجابية على شفافية الأداء وضبط الإنفاق. مكتب الدين العام بيقوم ايضا زي ما قال انه هو هيتابع عمليه الاصدار ومتابعه ما بعد الاصدار، سواء في تحديد الاستراتيجيه قريبه المدى او البعيده المدى، المخاطر الناتجه عنه، عمليه التسعير بتاعت الاسعار الموجوده، من سيكون المشاركين، متابعه السوق الثانوي للسندات والصكوك حتى لا تتحكم اغلبيه معينه منه، والنظر في تغيرات، لان سيكون برنامجا لن يكون اصدارا واحدا، والنظر في التغيرات التي ستطرأ على أسعار الفوائد أو أسعار الأرباح على السندات أو السكوك في المستوى في عمليات الإصدار. ولعل تطوير سوق الدين يحقق هدفا تسعى إليه حكومات كثيرة، وهو أنه سيحول أنظار مستثمرين عالميين إلى المنطقة، ومن هنا تبرز أهمية الشراكة مع اللاعبين الرئيسيين في السوق المالي المحلي بما يمتلكون من خبرات، ليس فقط لإدارة الإصدارات بل أيضا للتعامل مع التحديات المحيطة بها والمتمثلة في الدعم الفني للقرار. اليوم الدور المؤسسات المالية حيكون دور أساسي، اللي هو صناعة السوق، الماركت ميكينج، هني اللي حيكونوا مصدر المعلومات، أفضل مصدر المعلومات، ونجاحها وقبولها ضمن منظومة النظام المالي بالكويت وبالخليج هو اللي حيجعل إصدارها بتكلفة أقل بكتير ونجاحها أكبر عالمياً. يحتاج إصدار سندات سيادية إلى الكثير من الأعمال والخبرات، ولتحقيق ذلك سيكون هناك الكثير من الانعكاسات، فهو ينشط سوقا، وهو يطور خبرات فنية وبحثية، وهو فرصة لاستغلال خبرات القطاع الخاص، وهو بسبب متطلباته سيكون ضابطا للأداء ومعززا للشفافية والحوكمة. الصناعة التحويلية تمثل نحو 6 أو 7% فقط من الناتج القومي في الكويت على الرغم من تطور هذه الصناعة. الطموح أكبر من ذلك كما يقول لنا الصناعيون خلال مؤتمرهم الذي اجتمع فيه أهل الصناعة لطرح منتجاتهم ومشكلاتهم أيضا.
معرض الصناعات والبناء الذي انطلق في الكويت بمشاركة واسعة من شركات متخصصة في كل ما يتعلق بالبناء والتشييد والعمارة الداخلية يعبر عن حال هذه الصناعة وعن حجم نشاط التعمير في الكويت التي تعتبر حكومتها أكبر مقاولة فيها، كونها تطور مناطق وتبني منازل لمواطنيها، ولأنها تنفذ مشروعات عملاقة تحتاج إلى الكثير من مواد الإنشاء ومكونات البنى التحتية المنتجة محليا. وحقيقة الجهات الحكومية قاعد تستخدم المنتجات المحلية، وخضعت هذه المنتجات للفحوصات المختبرية أثناء تشييد المشاريع، وأثبتت حقيقة المنتجات المحلية جودتها في أعمال الإنشاء والبناء ومضاهاتها للمنتجات الأجنبية من ناحية الجودة. وتحظى الشركات المحلية ومن بعدها الخليجية بشيء من التفضيل وقدر من الدعم، فالحكومة لتنفيذ مشروعاتها الكثيرة تشتري المكونات المصنعة محليا والتي أصبحت على قدر من الجودة لا يقل عن تلك المعترف بها عالميا، كما أنها ولأكثر من سبب لا تخشى المنافسة من نظيراتها الأجنبية. بشكل عام مواد البناء المستورد بشكل عام لا يكون أرخص تكلفة من الصناعة المحلية، والسبب يعود إلى أن مواد البناء عادة تكون ثقيلة وحجمها كبير، وتكاليف الشحن مالتها تكاليف الشحن عالية، وأحيانا الذوق العام اللي يتطلب ألوان معينة قد لا يكون التاجر يستطيع أن يخزن كل هالنوعيات في آن واحد. لكن احنا نقول ان الصناعات المحلية هي جودتها عالية نتيجة التزامها باشتراطات الجودة الكويتية، والتزامها بهذه الاشتراطات يجعلها تستطيع ان تقدم منتج منافس. احنا ما نقدر ننزل فيها اسعارنا لسبب منتجنا مكتوب عليه صنع في الكويت. الكلمة هذه تعتبر لنا فخر لازم نحافظ عليها، سواء كان في أصباغ، سواء كان في التكسيرات، سواء كان في الطابوق الأبيض الجيري، مهما كان منتجنا احنا نحافظ على سمعتنا قبل المربحية. بدليل اللمبات LED اللي تو نزلناها بسعر يعتبر سعر التكلفة almost، يعني كأننا جبناها من مصدرنا اللي سويناه، طبعا مصدرناها في الصين لكن بمواصفاتنا، حنا عليها لوجو الصناعات، ما تباع إلا في مراكزنا. ليش؟ حتى ما نسمح لأحد إنه يتلاعب بسعرها. انت قاعد تكلم على لمبه تنباع 3 دنانير، احنا قاعد نبيعها بنص دينار. بالنسبه لنا لشركه سمنت الكويت عندنا مخزون يغطينا ما يقارب من 4 إلى 5 شهور، وما افتكر في شركه في دوله الكويت كلها شركات يمكن عباره عن تعبئه الاسمنت والاسمنت ينتج في خارج دوله الكويت، لكن يعني كجودة وسمعة لشركة سمنت الكويت هي أفضل من المنتجات الأخرى. لكن هذه الأريحية في الأعمال تظل منقوصة، فالشركات المحلية ترى أنها لم تفرج عن كامل طاقاتها بعد، وأنها لم تصل إلى درجة الرضا عن حجم الطلب، والسبب في ذلك تقول الشركات هو البطء في تنفيذ المشروعات الكبرى أو في طول الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وإرساء الأعمال. ما نريد الدعم، بس نريد أن الإجراءات والتعقيدات المتصلة بإجراءات الحصول على ترخيص صناعي والإجراءات اعتماد المنتجات المحلية على سبيل المثال يجب أن تسهل، ويتركون الصناعة تنشط وحدها يعني بدون أي دعم وبدون أي شيء. وقد تطورت مفاهيم البناء ومستلزماته مع مقتضيات الحاجة، فرفعت أغلب الشركات والمصانع شعارات الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، فهذه تعرض طابوقا عازلا للحرارة، وتلك لديها أسمنت متوافق مع البيئة، وأخرى توفر إضاءة لا تحتاج إلى الكثير من استهلاك الكهرباء، وثالثة تفتح المجال أمام استهلاك الطاقة الشمسية. أدخلنا العزل الحراري بشكل كبير وبدائله، وأدخلنا مصابيح LED لأن نعتقد أنها تحقق وفر كبير جدا وتبريد للبيوت، خفض الحرارة، خفض الأحمال على التكييف. وكذلك في شركات أعتقد عارضة سولر، توليد الطاقة بالسولر إنرجي اللي هي تعتبر تكلفتها اليوم يعني بحدود 15 فلس بالمقارنة
مع تكلفة الإنتاج التقليدية اللي هي 36 فلس يعني تقريبا نصف. مقارنة بالإضاءة التقليدية فإن منتجاتنا توفر 80% من تكلفة الكهرباء، ومقارنة بإضاءة الفلوريسنت يمكن أن توفر 50% من استهلاك الكهرباء أيضا، وهذا يعني توفير نصف استهلاك الكهرباء. النظام البيئي هو هدف من أهداف شركة سمنت الكويت. تم صرف مبلغ ما يقارب 10 مليون دينار كويتي بالنسبة لمصنعنا في منطقة شعيبة، وذلك لعدة أمور تناسب وضع البيئة، من ضمنها مكثفات عالية الجودة، ومن ضمنها السير الناقل، ومن ضمنها أمور أخرى، لأن بالنسبة لنا موضوع البيئة موضوع هام وحساس جدا مهم بالنسبة لنا كشركة سمنت الكويت. تقول شركات صناعة مواد البناء إنها قادرة على التحليق بمنتجاتها إلى خارج المنظومة الخليجية، لكنها في ذلك تحتاج في الأساس إلى تغيير في النظرة إزاء الصناعة ومتطلباتها، وإلى توفير المقومات الضرورية للتوسع، وهي مسائل تحتاج إلى قرارات استراتيجية. بعد الفاصل، السيد فيصل العيار الرئيس التنفيذي لشركة تيبكو يطرح كتابه الأول مال ورمال، ومجموعة زين تعقد مؤتمرها التكنولوجي السادس في مدينة عمان بالأردن. كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. المركز، كلمة ثقة. أهلا بكم. للعام السادس على التوالي تعقد مجموعة زين مؤتمر زين للتكنولوجيا، والمؤتمر هذا العام عقد في مدينة عمان بالأردن، وركز على موضوع التحول إلى الداتا البيانات والجيل الخامس الذي سيربط الإنسان والآلة وسيخلق مجتمعا جديدا يعتمد كل شيء فيه على التطبيقات. طبعاً مثل كل سنة، بس راح نبدي بشغلة نقول رحلتنا مستمرة، وهو شعارنا السنة لهذا المؤتمر السادس لزين لقطاع التكنولوجيا 2016. التركيز راح يكون على استمرار التوجه نحو الديجيتال والإنوفيشن، وأن نشوف ريفينيو ستريمز جديدة. طبعاً يهمنا مشاركة الشركات الكبيرة المرموقة في قطاع التكنولوجيا والآي سي تي، إريكسون، نوكيا، هواوي، والديموز اللي قاعدين يعني يجلبونها للمؤتمر، بحيث تكون يعني متسع جيد حق كل المشاركين اللي يطلعون عليها. أشياء كثيرة تحدث في نطاق العمليات، وهذا العام نركز على الكثير من الأمور الرقمية، ونضخ الكثير من الاستثمارات الجديدة، ونعمل مع الكثير من الشركات لطرح فرص جديدة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الرقمية الكبيرة. ولدينا ثلاث مشروعات تجريبية حاليا حول كيفية تحقيق الربحية من المعلومات الموجودة على الشبكات، ونحن سعداء بالأعمال التي ننجزها. لدينا ستة من أسواقنا الثمانية أدخلنا
فيها خدمة LTE و22% من عوائدنا تأتي من البيانات وهي مستمرة في النمو. خلال 10 سنوات ستكون العوائد من البيانات بنسبة 100% والخدمات الصوتية ستنتهي مع الوقت، ونريد أن نتحكم في ذلك ونسير في اتجاه جديد لعمل أشياء لم نفعلها من قبل فيما يتعلق بالبيانات الضخمة وكيف نستفيد من العملاء بدلا من ترك الأمر للفيسبوك وآخرين يحققون الأرباح. نريد أن نفعل ذلك على شبكاتنا من أجل عملائنا، نحن نعرف السلوك ونستطيع أن نحقق دخلا من ورائه. اللي عم نعرضه واللي عم نعمله كشركة هواوي هي بنفس الإطار وبنفس الاتجاه اللي عم تعتمده زين. هواوي اليوم تعتبر رائدة بقطاع الاتصالات، ومساهمة هواوي بتنظيم وتحديد أسس الجيل الخامس من الاتصالات اللي مفروض يكون موجود بخلال السنوات القادمة. هواوي عم تعمل استثمار بالتطوير بحدود 18% هذه السنة، تقريبا 13 مليار دولار بس لتطوير القطاع الجديد والاتصالات اللي حتى لي يتكامل مع بقية القطاعات، لأنه حسب رؤية هواوي الاتصالات راح تكون مركز كل القطاعات بالمستقبل القريب. كل شيء راح يكون بيزد على أبليكيشن من الموبايل، الصناعة، الزراعة، التجارة، الاتصالات طبعا، وكل أمور حياتنا من صحة، من تعليم، كله راح يكون بتحكم فيه عبر الموبايل. مركزين على موضوع ال 5G، احنا بالنسبة لنا 5G هي التقنية اللي راح تاخد العالم الشبكي للنكست ليفل اللي هو بنسميه اندستريلايزيشن تبع تقنية التواصل بشبكة الانترنت. يعني إريكسون ممكن أكتر شركة مركزة على 5G زي ما ذكرت، ماذا نتوقع خلال الفترة القادمة؟ يعني احنا بنتكلم كنا على 2018 ولكن أيضا في كوريا في أيضا 5G، ماذا نتوقع خلال الفترة القادمة تطور في هذا القطاع؟ احنا أعلننا أنه سنة الجاي رح نصدر أول جهاز راديو بيس ستيشن 5G، أول شركة بالعالم تعمل هالشيء هذا قبل ما يكون ستاندرد كامل مكتمل بال 2018-2019. فهي إريكسون هي اللي عم تعمل أو بتحضر للستاندرد اللي راح يحصل بعد سنتين أو ثلاثة من هلأ. زين كانت تتحدث دائما عن ضرورة الانتقال من الفويس إلى الداتا، الآن أعتقد يمكن ما زلت 25% داتا بالنسبة للزين. This on average بالنسبة لكل الماركت، لأن إحنا عندنا ماركت on different cycle، يعني في ماركت very advanced الداتا will reach 50%. ماركت أي سوق؟ الكويت، السعودية، بحرين around 40%. في ماركت still emerging like اسمه السودان، العراق، جنوب السودان، but even الأردن also one of the highest percentages. But if you look at the average across the group, it's around 25%. الانتقال إلى 5G هل
نتكلم عن يتطلب حجم كبير من الاستثمارات بالنسبة لزين انتقالا من وضعها الحالي؟ هو يعني استبقى لازم تحصل يعني هي the biggest investment نحن بالنسبة لنا للموبايل اوبريتر هي السبكترم الترددات والسيرفيس لايسنس لأن نحن basically very highly regulated market for this put part of that investment بالنسبة للشبكات فإذا قلت تيلت probably this is the main investment يعني it's new access to the spectrum وفي نفس الوقت regulation from licenses and also technology also come but technology is actually gradual more than the other one is just like a big ticket item that we have to take care of it now. نحن بالواقع تبع زين في شغلتين بتصير كل سنة وحقيقة مميزين ما بتصير بالعالم كله هي الحج بالسعودية والزيارة بالعراق فهالسنة نحن شفنا explosion انفجار من داتا المعلوماتية أكثر من 68% انكريس بهالمجال هذا فنحن ما عنا أبدا شك أنه المستقبل هو للداتا ونحن اليوم بمشاركتنا اليوم كل الموجود هلا وكل العروضات هلا اللي عم نعرضها هلا هي عبارة عن كيف زين فيها تستفاد من هالتطور هيدا اللي هلا بلش يصير ويصير يعني بتراكمية زايدة جدا وكيف بيستفيدوا منها لحتى يحسنوا الأوضاع لأنه مثل ما بتعرفي بالفعل في ركود والركود كان يعني ملموس خصوصا بالشرق الأوسط وبأفريقيا فإن شاء الله الاكسبلوجن تبع الداتا وهالتسارع بالداتا وباستعمال الداتا ان شاء الله بيكون نقله نوعيه لنا وللزين السيد فيصل العيار الرئيس التنفيذي لمجموعه كيبكو فاجأ الكويت بكتابه مال ورمال الذي أرخ فيه مجموعة من الملفات الاقتصادية التي أخفقت فيها الكويت مثل ملف الداو كيميكال والمسفار الرابعة وغيرها السيد فيصل عيار عقد حفلا لتوقيع الكتاب وكانت كاميرا CNBC حاضرة هناك أيضا حقيقة ما عندي غرض إلا غرض واحد اللي هي مصلحة الكويت وحبي للكويت هالتجارب هذه مرت بسرعة بدون التوسع في تفاصيلها ونصف الحقيقة كانت فكان مجهود مني بإيضاح هذولا وتحاول من الجيل الجديد وأصحاب القرار الجدد يتعلمون من القضايا السابقة هذا لا وراها ماديا ولا وراها سياسيا مجرد محاولة لإعطاء المجتمع هذا شيء لكن هل تعتقد أنه الكويت يعني في ملفات كثيرة كان هناك فيها إخفاقات هل تعتقد أن الكويت تعلمت من هذه التجارب؟ الكويت أقل جرأة من السابق كانت قبل في كثير من القضايا هذه بس يعني يبين لك أنه ما تعلموا قضية الداو اللي هي صار لها سنتين أو ثلاث قضية تأخير بالمصفات اللي تكلمت فيها بالكتاب كلها قضايا موجودة وعارفين فيها يعني الأخطاء تتكرر؟ الأخطاء تتكرر أو أنه تقدرين تقولين الخلط بين السياسة والاقتصاد والفتوى في من ناس غير اختصاصيين والمشاعر والعاطفة والأشياء من هالنوع هذه دائما قرارات تصير مو سليمة حيثك ذكرت لماذا كان تسمية الكتاب مال ورمال؟ كانت الفكرة أن احنا أغلب أموالنا جاية من الرمال اللي هو النفط وإذا استثمرتها استثمار السيء تصير قيمتها قيمة رمال مرة ثانية فهذه الفكرة يعني من الرمال إلى الرمال إلى الرمال إذا كانت الاستثمارات طيب حياتك يعني كان فيها انتقادات كثيرة حياتك أيضا هل كيف كان يعني ردة الفعل لهذا الكتاب الذي انتقد كثيرا السياسة في الكويت
والله ما انتقد السياق يعني هو ما كان يعني موجه لأي جهة، يعني كان وضع الحقائق وكثير من الأشياء طلبنا من الناس أنها تستنتج، والأسامي مطروحة ولا خفينا أسامي ولا بعدين، لكن القرض منه نهائيا مو اتهام أحد أو محاولة إدانته، القرض منها التعلم من هالتجارب هذه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين على الكويت، نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي، المركز كلمة ثقة.